أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. أنا بالنسبة لي أول دورة هذه كنحضر لها، ولو أنها كانوا دورات من قبل. عندي وليداتي صغار كانوا دائما كيقولوا لي بابا بابا بغينا نمشيو نشوفوا الخيل في الجديدة. هذه المرة أنا جيت بوحديتي لأنني أنا كضيف في هذه الدورة هذه. في الحقيقة يعني بقى في الحال علاش ما جبتش وليداتي، مي لا بروشين فوا إن شاء الله غادي نجيبهم. كنتمنى بأنه يكون عندي شي وقيت غدا، لأن كان بصدد تصوير واحد المسلسل، لكن عندي شي وقيت غادي نجيبهم لأنه جوج الوليدات وكيموتوا على الخيل. ما كرهتهمش، يعني بان لي بانه داك الشيء المستوى عالي وعالي جدا، يعني كيشرفني انا كمغربي انه نقول بانه يعني التنظيم ديال هذه الدوره بهذه الطريقه هذه يعني ما كانش كيخطر لي في بالي حتى جيت وشفت. يعني كنتمنى انه المغاربه يعني من جميع المدن المغربيه ماشي غير الضواحي ديال المدينه الجديده انهم يجي يشوفوا، وديك الساعه يحسوا بانه المغرب يعني الحمد لله كيشرفنا وكيشرفنا اننا نكونوا مغاربه، ونقولوا بانه راه كنفتخروا بالخيل المغربي وبالفرس المغربي. ميرسي.